15 وزير بيروحوا على المملكة أكيد بتصور بيستقبلهم الملك. تهافت سياسيو 14 من أذار إلى الاعتذار من السعودية، وتسابقوا على اتهام السيد حسن نصر الله ووزير خارجية جبران باسيل بأنهما تسببا بتصاريحهما توقيف صفقة المليارات الثلاثة من السعودية عبر فرنسا. فعمد الآذاريون إلى محاولة إبراز أنفسهم كحريصين على السعودية، محولين قناة العربية السعودية إلى منصة تبجيل بالمملكة وإدانة لحزب الله. لبنان رهينة بيد حزب الله. لحاملي لواء الحرية والسيادة والاستقلال ماكينات إعلامية ومستشارون حري بهم لمعرفة الحقيقة بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة، البحث في الصحافة الفرنسية. فمنذ شهرين ويومين، أي بتاريخ 19 من كانون الثاني، كشفت صحيفة لوموند، وهي إحدى أعرق الصحف الفرنسية، في مقال حمل عنوان لبنان، اتفاق التسليح الفرنسي السعودي أوقف من الرياض، أن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان نجل العاهل سليمان بن عبد العزيز يفرض إطارا جديدا للعلاقات الفرنسية السعودية. فهل يريد الإضاحة بالفرق السابقة التي كانت تتولى تجارة الأسلحة حتى وفاة الملك عبدالله عام 2015؟ وتتابع الصحيفة الفرنسية أن محمد بن سلمان الثلاثيني وولي العهد بعث مؤخرا برسالة لباريس آمرا بتنحية الوسيط الفرنسي التاريخي في عمليات بيع وشراء الأسلحة بين السعودية والفرنسيين، وهي شركة أوداس الفرنسية، التي منذ عام 74 ولغاية عام 2014 كانت تتعاطى مع السعوديين، حتى وصلت صفقات بيع الأسلحة للسعوديين حد 100 مليار دولار، وأن الرياض كانت تعتبر أنه بإمكان شركة أوداس إنهاء صفقة أسلحة 3 مليارات، إلا أن محمد بن سلمان ما عاد يريد وسطاء، بل يريد ترتيب علاقات مباشرة من دولة إلى دولة. هذا المقال المكتوب منذ شهر ويومين ذكر أنه منذ عام، وهذه الصفقة متوقفة لأكثر من عامل: أولاً عدم استقرار سياسي في لبنان في ظل غياب رئيس للجمهورية، ثانياً التغييرات في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله عام 2014، ثالثاً الصراع بين محمد بن سلمان ووزير الداخلية محمد بن نايف، ما انعكس أيضاً مشاكل مع فرنسا. ففي تشرين الأول عام 2015 لم يتم توقيع أي اتفاق مدني أو عسكري خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز للرياض. وكشف الفرنسيون صفقة المليارات الثلاثة كانت تعتبر مكسباً أساساً للسلاح الفرنسي، كونه كان مكسباً لخمسين شركة فرنسية منبثقة عن 30 مجموعة صناعيين، موضحة أن لائحة الأسلحة كانت مدار نقاش طويل بيننا وبين الإسرائيليين أيضاً، الذين يشاركون السعوديين القلق من وصول الأسلحة إلى يد حزب الله الذي يسيطر على لبنان بحسب الصحيفة. والأسلحة هي 250 آلية مصفحة، 15 هليكوبتر، 4 فرقات بحرية، طائرات من دون طيار، ومدافع 155 ملم. أمام هذه المعطيات كان لابد من الاستعانة أيضاً بصقور السيادة. فوزير الداخلية ابن تيار المستقبل نهاد المشنوق كان قد ذكر في بيان للوزارة في 16 من كانون الثاني، أي منذ شهر وخمسة أيام، يوم تم الحديث عن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الأوروبية في مطار بيروت، ذكر في إحدى فقرات البيان التالي: سبق لوزارتي الداخلية والأشغال أن وقعتا عقوداً مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته من التقنيات الضرورية، فأرسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءاً من الهبة السعودية الثانية التي تقاسمتها وزارة الداخلية مع الجيش لأجهزتها الأمنية. والمعروف بحسب المشنوق أن عقود الهبة السعودية الثانية توقفت بمعظمها لأسباب تتعلق بالواهب. المشنوق كان يدرك هذا المعطى ولم يتهم يومها ولا فريقه لا حزب الله ولا وزير الخارجية بتوقيف الصفقة، لبل أكثر من ذلك
كشف وزير الدفاع سمير مقبل لصحيفة النهار ردا على سؤال أن الفرنسيين اتصلوا به الاثنين الفائت أي منذ أسبوع خلال زيارته إلى قبرص، وأبلغوه أن السعوديين طلبوا وقف العمل بالاتفاق الهبة. أمام هذه الحقائق شهد شاهد من أهله. أما لماذا كل هذه الاستعراضات الكلامية واستعطاف السعودية من قبل ثوار السيادة ما أدى إلى تشنجات سياسية؟ فرهن الأيام المقبلة. رشا الكرم، قناة الجديد.